البعثات الدبلوماسية الممثلة دول الكبرى من بينها أمريكا، يعني في حدود 14 ديسمبر كان واضحا في مطالبة السعيد بالعودة لمربع الديمقراطية، لكن بعد طرح السعيد ما أسماه بالخارطة الديمقراطية، بيان وزير الخارجية الأمريكي، ربما بدأ مرحبا على الأقل تغاضى عن ذكر موضوع عودة البرلمان. كيف قرأتم بيان وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الغرض؟ أنا أعتقد بأن كل هذه الدول على أساس أنهم ماسك العصا من الوسط، يعني مقلقها الوضع في تونس، لأن خايفة أنه يصير فيه ما صار في ليبيا، وأن تونس تصبح مرة أخرى دولة غير مستقرة، وبما يعني هذا من أخطار الهجرة، تكثف الهجرة السرية إلى آخره، يضايقهم هذا الوضع. وفي نفس الوقت هم بحاجة، يريدون رجلا قويا إن صح التعبير، يمكن أن ولهذا هم بين هذين يعني الطلبات المتناقضة. احنا بالنسبة لي مرة أخرى، أنا من يتهمونني بأنني يعني خيانة وتعامل مع الدول الأجنبية، ما فماش رئيس جمهورية يعني مارس صلاحياته كرئيس مستقل في دولة مستقلة قدي أنا، ويشهد بذلك القاصي والدني. دليل على ذلك أنه ما تعرف قديش حاربوني على حكاية سوريا، ولا واحد منهم رجع العلاقات، لا الباجي قايد سبسي ولا هذا رجع العلاقات مع سوريا، لأنهم كلهم يحسبوا، كلهم عندهم شيف كبير يحكم فيهم، أنا ما يحكم ما كان يحكم في أحد. إذن مرة أخرى أنا متعلق باستقلال بلادي واستقلال قرار وطني، وهذا إحنا نفرضوه، الثورة هي اللي فرضت نفسها. أكل الكبسة من الناس يقول لك الربيع العبري وكلينتون وهي اللي تحرك وكذا، يعني ما عنديش كلمة لوصف احتقاري لهؤلاء الناس، لأن الشعب التونسي والشعوب العربية هي اللي تحركت وهي اللي فرضت الربيع العربي. أنا عندي قناعة في أن شعبنا وشعوبنا ستنتفض من جديد، وأنها هي اللي تستنفض الديمقراطية. يقبلوا هذم الغربيين ولا ما يقبلوش، هذه مسألة تهمهم. إحنا سنبني الديمقراطية من أجلنا إحنا، مش من أجل أي طرف آخر. نحن نريد أن نكون شعوب حرة ودول مستقلة ودول مستقرة لصالحنا نحن، مش لأننا نريد أن ننخرط في منظومة غربية أو منظومة شرقية. إحنا استقلالنا، استقلال القرار الوطني وقرار شعوبنا بأن نكون ديمقراطية، نابع من أنه نريد أن نستملك هذه الديمقراطية، مش أن نكون يعني مجرد أجراء أو مجرد مقلدين. وهذا ما يجب أن نفهمه، يعني إيش الحرية والاستقلال والقرار الوطني هي أشياء مقدسة، والشعب هو اللي نجم يفرضها.